الليل حبي زي الشمس وانتي القمر بالليل هتيجي عدى عليك الله يخرب بيتك شايفني تعبان يا غير يا نهارك اسود مين يا دي الحرام اللي انت واقف معاه ده حرام يا ماما خرفان انت ولاد هتفتح يا ستي الباب هتحيي عليك ماما هتقول ازاي محدش هيفتح هلو ماما في سنين هنا ايه يا ستي سيني ومعاك بقول لك ايه بس انا هشتري لا استنى ثانيه واحده ماما دول سنين وحاجاتهم بايظه ومش هتنفع معاكي وهيغلوا عليكي حاجه مالكش دعوه يا ستي انت خش جوه انا هعرض معاك احسن حاجه واحسن سعر مستر زكشان هاو ار يو انت حر ما انت عايز اضحك عليك اتفضل اتفضل اوكي اتفضل تمام كده حبيب قلبي هدخلك الاسم التالت مجان المسامحه اوكي طبعا اكيد لبست في حاجات اوكي على وضعك بقى عايز اتاخرت يا خواجه في الفلوس انا ما اعرفش امي هروح لك لاخر اسم انت حر بيز مايواني بقى ثانك يو التالت هتبقى برضه باذن الله عدي عليا انت بقى كل اول شهر والحاجات التعبيه دي مالناش دعوه يلا اتفضل جود باي يلا توحش ام المصريه لا يقبل عليها على وضعك يا امي ولا اعمل لك ايه على غدا النهارده خلاص مش اي حاجه يا ام اي حاجه مش كده كل مره كده ما باخدش منك عقاب نافع ما تقوم يا حلوه مش شايف الاكل بيتحط يلا ايوه بقى ايه ده ايه حاجه ده عيش وجبنه وبطاطس انا جاي في نار يبقى لمهم متغدى بقى تستم ايزي كمان انا خلاص تمام على مين يا صعب ده انا كل قلبي قد الحياه عاش اللي عاش واللي ما جاش رمى جواه مش بتاع لايف قاعد تسحب لي بالورق سرقتهم منين دول يعني؟ هو انتوا في ايه يا جدعان؟ انتوا شايفيني غلط ليه؟ سرقت ايه؟ اما انت لسه ماسك ده واقف لي اللايف ليه؟ يا عم طب حضرتك عارفه ان 5 اكونتات عملناهم وكلهم اخدوا حظ ولحد دلوقتي عاملين نعمل اكونتات جديده عشان نحاول عشان نكمل الحمله باذن الله ومفروض الايفونات دي انا جايبها وعاملها باذن الله كل ما نجمع مليون واحد هيكسب ايفون جمعنا مليون تاني تاني هيكسب ايفون وكده ومفروض الورق ده كله كل الناس المطبوعه دي اللي بعت لنا صور بتاعت الريسيتات اللي برعوا بيها ومفروض احنا نختار صور عشوائي مع كل مليون باذن الله لا واحده واحده عليا كده وفهمني بقى ايه حوار المسابقه والايفونات دي بص يا حاجه باذن الله كل واحد هيتبرع لجار مع الرقم بتاع الفور اللي هو 9003 ان شاء الله هيكون دخل معانا السحب مجرد ان هو يصور الوصف ويبعته على الرقم اللي انا هبقى في الاستوري على طول هو كده دخل معانا السحب باذن الله مع كل مليون نجمعها هنختار واحد عشوائي صح يا صلاه النبي انا متبرع لك بسم الله مش هقول اكتر من 15 مره مش عايز اروح عشان الثواب انا كده كسبت مستنيه ايه يا حاجه اطلعي بسرعه صوريني وبعتيها على الرقم اللي انا في الاستوري على الانستجرام انت كده ان شاء الله كسبانه كسبان عندك كتير الله اكبر ابعتوا لنا كلهم ايفونات وثواب والله شكلك يا وانا نايم هتاخدهم كلهم ولا امسك السلم عدري هدي لك تليفون هتسيبه زي كل مره وهتقلب هديك بيك جزء لا حضرتك ما تقلقش يا حاج انا ماسك السلم كويس ادرك يا دي النيله طب انا انزل ازاي انا هفضل متعلق ولا روح شوف لي كشاف ده ولا شمعه ولا اي حاجه اه في بيتك واعتدال رائع الحمد لله النور جه يا حاج طب الحمد لله انه جه الحقني بقى عشان انا خلاص على عصبي اقتل يلا يا حاج المرة دي مختلفة بقى. ايه ده؟ ما ده صوت اللعبة. انت بتضحك عليا المرة اللي فاتت دي صوت الكلب، ده شكل قرش بصوت اسد انت عبيط. فاهم اللعبة بقاش عرفنا العب يا حبيبي. شوف اخر التفاهة بتاعتك دي. ربنا يستر. عضتني هديك انت وهو بالجزمة. نهار اسود بقى يا عم غلط ربنا بقى حتى المره اللي فاتت حضرتك حضرتك ضربتني دلوقتي حضرتك بتضربني برضه فاهم المره دي اتخضيت برضه في حاجه انا لا ولا حاجه ابو الحجاجيب انت طول ما بقى تضرب عندي انا غلطان انا جاي اضرب معاك حاجه السبايدر مان ضرب الدنيا يا جدعان عرضنا من غير حدود بسبايدر العنكبوت نهار اسود عنكبوت كبير يخرب بيتي يا نهار اسود يعني هبقى صغير ده ما مش صغير ما هتضرب فيها يا ماما انا ركزوا يا كلب البحر هو انت اللي طلع في كنت بتهبي بيه هكون بسرقنا يعني يا امي كنت بصور دعايه كنت بصور دعايه حبيبتي لفيلم بتاع سبايدر مان لسه نازل عشان قلت هناك كل الناس هتكتب كومنتات على الفيديو هناك هختار منهم واحد عشوائي هو اللي هيكسب ايفون قول كده طب واكيد طبعا هكسب امك يا قلب امك صح اه جينا للوصايا بقى خش امي روح على الفيديو هناك اكتب اي كومنت وباذن الله هختار عشوائي ولو كسبت هبقى اديهولك انا قلت حتى وهو عنكبوت قليل الادب تعالى بقى عشان هبيدك دلوقتي تعملي ايه والله هطبقك ايه ده؟ هو اللي انا قدت؟ بت انت صليت العيد؟ صباح الفل انت لسه صاحي؟
لسه صاحي؟ يعني رحت صليت ومحد صحاني؟ يا شيخ النايل انت ما تعرفش ايه اللي حصل، ده احنا صلينا العيد وقرايبنا كلهم خلالنا وعملنا وكل اللي في العيله جم وكل العيله اخذت عيديات والحمد لله، ولقيتهم بيوزعوا ايفونات على كل واحد فينا شقط ايفون بعد صلاه العيد وهم بيحدفوا البلالين، ولقينا جابر تامر حسني واحمد عز واحمد السقا كانوا بيصلوا مع بعض وصورنا معاهم كلهم. ايوه ما ناقص بقى تقولي ان محمد صلاح راح ينزل يعيد مع اهله هنا في مصر ونزل من انجلترا راح لقاكم بمره وسلم عليكم، ها مش ده اللي حصل؟ انت عرفت منين ده؟ انت لسه صاحي، ده وزع تيشيرتات ومضلنا عليها كمان.